واحنا بنختم حضراتكم دلوقتي، بس هنعرض الاجابات والسؤال الخاص بالسوشيال ميديا اللي كنا بنسال حضراتكم توقعاتكم للتشكيل الخاص بمباراه الاهلي وكايزر تشيفز. واثناء ما احنا بنعرضها برضو كابتن رمضان، يعني عايز اروح مع حضرتك لنقطه اخيره قبل لو كريم يعني عنده سؤال تاني. فكره هنا ما قيل من الفريق الاخر سواء من المتحدث الرسمي الخاص به او جمهوره او غيره من تصريحات او تعليقات، ان احنا يعني فيها نوع من البعض اراها ان هي محاوله تشويش. يعني لو احنا عارفين مباراه كبيره واهلي حاجه كبيره واحنا هنحاول، يعني اللي هو الانهزاميه شويه في بعض التصريحات كانت واضحه. يعني يمكن موسيماني كان عنده دي وهو في جنوب افريقيا على فكره برضه صن داونز. ده موسيماني كان اكتر واحد بيعرف ينيم الفرق الثانيه، يعني تلاقيت تصريحاته كلها لا ده انا رايح العب النادي الاهلي، ده النادي الاهلي ومش عارف هروح العب نادي الزمالك، ده نادي الزمالك لا يعني هو التنويم ده بس خلاص، يعني مش ما حدش هياخد بيه دلوقتي. لا وبعدين حتى لو هو فعلا انهزموا في نهايه المطاف ده برضه بيبقى فيه شيء من الحفاظ على باء الوجه، ان هو من اولها قال لك ده احنا بنلعب بطل. وبعدين انت وصولك، مجرد وصولك للنهائي ده طبعا انجاز كبير جدا وحاجه مهمه جدا، ومباراه يعني داخله في صعوبه ان انت بتلعب نهائي، انت بتلعب نهائي وبتروح بيه بالنهائي ده كاس عالم طبعا. يعني طبعا معنى كده ده طبعا حاجه مهمه جدا جدا طبعا لينا طبعا. ان شاء الله باذن الله هنرجع بالعشره ان شاء الله باذن الله.